بالتوجيه من السيد المحافظ المحترم والسيد مدير بلدية الموصل المحترم، وضمن تخصيصات محافظة نينوى وتنمية الأقاليم، تم مباشرة بمشروع معالجة وتأهيل الشوارع في منطقة الدرقزية والجزائر والنعمانية. يتضمن المشروع مد شبكة ماء إسالة بطول 23 كيلومتر لتغطي النقص الموجود في هذه المنطقة، إضافة إلى معالجة الشبكات القديمة المتهالكة. إضافة إلى هذا المشروع يوجد فيه فقرات صب الأزقة، معالجة الأزقة المتضررة، كمية إكساء جيدة جدا إن شاء الله ستغطي المنطقة بشكل كامل، معالجة القوالب، صب أرصفة. نحن هنا اليوم في منطقة النعمانية، هناك صب أرصفة ومعالجة قوالب للمدارس. الصراحة هناك تعارضات كثيرة مع الدوائر الخدمية، دائرة المجاري، دائرة الكهرباء، دائرة الاتصالات، ولكن يعني إن شاء الله هناك تنسيق مستمر. هناك مناطق ستترك لحين إكمال شبكة المجاري، هناك تقاطعات تم إبلاغنا من قبل بمحضر مشترك من قبل دائرة مجاري نينوى، سيتم ترك هذه المناطق لمعالجتها من قبل المجاري، وسيتم معالجتها في وقت لاحق إن شاء الله.